Assalamu alaikum uh, the, the Serial Extraction What do we serial extraction? Serial extraction involves the time extraction of a primary and ultimately permanent teeth to relieve the severe crowding and to guide the eruption uh, of eruption permanent teeth into a, a more favorable position. ايش نقصد بها نقصد بها انه هو الفترة اللي راح نشلع بها الاسنان يعني مو كل مو كل الحالات الحالات اللي تحتاج حتى نقلل انه الكراود اللي, اللي راح يصير ويعتبر انه هو وسيلة حتى يطلع الاسنان الدائمة بموقع مروب والافضل انه نسميها guidance اوف ايربشن او جايدنس اوف اوكلوجن الباقي يعني يقول لكم تقريبا بالسبعة 7 سنوات نحن عندنا الماكزيلر والماندبيلر سنترال الانسايزر هم إيربتد يعني ظاهرين فهذا كل باقي كلام يعني ما ما بينو معنى أو ما هالقد مهم uh, اه the إز is with the maxillary lateral يعني هو من طلع الم ال central من واحد يطلع بعده اللاترال فأحيانا يكون ماكو مكان اللاترال يطلع فايش راح يصير بينو روتيشن او مرات احيانا آه يعني يصير روتيشن انه ما اكو مكان كافي يطلع بيها فحتى نتخلص من هاي المشكلة نقلع الاسنان بس راح نجي هسه على المحاضرة للترمشن راح نقلع طريقة القلع يعني مو رأسا نقلع فلان سن فلان سن لا عندنا آه طرق وتكنيكات خاصة نتبعها نحنا بالسيريال اكستراكشن فعندنا صم ذا ماكسيلاري لاترال انسايزر عندنا الاورثودونتست هاز فور اوبشن عنده اربع خيارات اما وايت فور كروس تو بروفايد مور سبيس اند تو ري ايفالويت ديتال يعني ما يتركونه انه يكمل الكروس مالته حتى يوفر لنا مثلا سبيس وبعدين يعمل تقييم جديد مؤخرا او نحتاج انه نعمل اكسبانشن الدينتال ارش نستخدم اجهزة الاكسبانجن وهذا طبعا الاكسبانجن ممكن بينو فت كومبرميسد معين لان يتعارض مع الالفيولار بيسال بون انه يكون الانسفشنت الالفيولار بيسال بون بيسال بون بعد ما كامل نستخدم سمنت ترانسبليتال او لينجوال بار حتى نحافظ على الايش اللي هو سبيس فور later 1 او السيريال <applause> اكستراكشن حتى اش نقلل الجراودين كل الريجولاريتي ديورينج ذا يعني هو خلال الميكس دينتيشن انه عندنا برايمري وبيرمننت عندنا هستوري الهيستوري البون عن العالم اللي بدا بحث عن هذا الموضوع من هو بولون احفظوا اسم العالم حتى خاف يجيكم من الوزاري باقي حكي يعني ما هالقد مهم نجي على السطر الاخير

اي مثل ما قلت لكم انه سيريال اكستراكشن معتنى النتائج الايديال للتوث بووز شيرينج يقلل لا فقط انه هو راح يسهل لنا طريقه العلاج وممكن يسرع يعني بالمستقبل اذا شخص آه غاد يعمل تقويم عنده فد مشاكل معينه بسيطه يعمل تقويم راح يكون اسهل لانه هو كان حل المشكله سابقا يعني قلل عفوا المشكله سابقا

والـ careful diagnosis and the continuous re-evaluation during the course of treatment is mandatory to achieve a good result. الـ diagnosis تشخص مارثنا لازم يكون بعناية التقييمات ضروري خلال فترة العلاج أه حتى يعني نحصل النتائج المطلوبة. Based on the usual eruption sequence of teeth. When the first premolar is ahead of the canine, there are several stages حسب إيش؟ حسب بالإيرابشن يعني الـ Sequence Eruption الإيرابشن من الأسنان أول شيء When إذا مثلاً طلع عندنا The first premolar is ahead of the canine There are several stages مثلاً إذا طلع عندنا The premolar first premolar قبل الـ canine إيش غا عدة مراحل أول شيء إما نقلع أول طريقة إكستراكشن نعمل إكستراكشن للبرايمري لاترال انسايزر أز بيرمننت سنترال انسايزر إيرابتد يعني نقلع البرايمري لاترال انسايزر حتى نسمح لمن للبيرمننت إنه يظهر اللاتر ال سنترال انسايزر إيرابتد إذا كان ضروري هذا الشيء. Most often, this اوكر سبونتينوس وهذا شيء ممكن يحصل يعني طبيعي اذا اذا طبيعي الامور ما نقلع على اللاترال ما يحتاج نقلعه لكن اذا كان عندنا في مشكله معينه نقلع اللاترال انسايدر حتى نسمح يعني مثلا عندنا سنترالات فن يعني بشكل ما عدلين فنقلع اللاترال حتى يرجع على مكانه الطبيعي سنترال وإذا هذا الشيء إذا كان ضروري أو وما كان ضروري صعب مكان من العدل سنترالات نعب extraction of primary canine as permanent laterals erupted at 8 9 ايرز نعمل اكستراكشن من primary البر حتى نسمح للpermanent lateral lateral أنه تظهر بعمر ثمانية إلى تسع سنوات من العمر حتى نسمح للإيرابشن and allagement of permanent incisor وتتعدل الأسنان الإنسايزرات نطلع منه لبرايمري كناين حتى نسمح للاترال يظهر ويصيغ الأسنان بمحاذاة معينة as the permanent teeth allagion without any appliance in place يعني بدون ما نحتاج أي appliance راح الأسنان تقعد بمكانها there is usually some lingual tipping of the lower incisor and overbite often increase during this stage خلال هاي المرحلة ممكن انه يساعدنا uh, lingual deepening انه الاسنان اللور راح يصير بيها lingual deepening والover bite often يعني الover bite ممكن راح يزداد بهاي المرحلة ولكن هاي ما مشكلة يعني كبيرة لا ليش انه انه labiolingual displacement are better result than rotational displacement يعني أنه le إذا wall صعب انه ازاحه le هاي المشكله تتعدل بشكل اسرع من انه يسخبهن روتيشن روتيشن اصعب rotational displacement اي سؤال او شيء ما واضح لكم راسوني اوضح أد... أه... لكم الموضوع The extraction of a primary first molar أو نقلع البرايمري primary first molar بأمر آه يعني قبل ست آه ستة إلى اثناعش شهر قبل النورمال normal يعني قبل وقت الطبيعي إنه هي وقت طبيعي للتنشلع قبل وقت الطبيعي مال إنه قبل الوقت الطبيعي للقلع مالتها بستة إلى اثناعش شهر نقلع primary first molar. إما تهاي إذا كان عندنا one half أو two third root formation of the first premolar. يوجوالي بتوين تسعة إلى عشر سنوات أو يعني بعمر التسعة إلى عشر سنوات كنصاع صاعدنا الروت مال مال البريمولر كن بدأ يطلع فأش راح نعمل حتى نسمح للسن إنه يطلع نقلع ال ال first ال primary first molar اللي هو الدير نقلعه حتى يطلع مكانه منه الفور. This is done to encourage the first premolar to erupt it ahead of permanent canine. حتى بهاي المرحلة إنه نسمح للفرست first premolar يظهر بعد الكانين. العفو ahead of permanent canine. So they can be extracted and permanent canine to move distally into the space. صح نسمح لل إنه يرجع مكانه. Extraction of first premolar just as they emerge present sound, بعدين راح نعمل؟ إذا صعدنا ال ال canine mesially <applause> يعني كن يعني كن فد in معين. فحتى نرجع السن على مكانه وبعد ما تأكدنا من كل الأسنان اه ساوند راح نقلع منو the first premolar اللي هو الفور حتى نرجع الأسنان على محاذاته after the first premolar has been extracted the second primary molar uh, should exfoliated normally بهاي الحالة بهاي المدة بعد ما قلعنا السن الفور <hesitation> uh, راح يصير عندنا primary molar اللي هو الاي راح e, هو من حاله So exophila exophilate. The premolar extraction is space closed partially by mesial drift of the second premolars and the permanent first molar, but largely by distal eruption of the canine. If serial extraction is not followed by ميكانو ثيرابي الايديال الاجمنت والروت بوزيشنين كوركت ريدر ذان ديب اوفر بايت اند سبيس كلوتش هل يجوالي ار نوت يعني نحنا بعد ما انقلع البريمولر عملنا البريمولر البول راح ينقلع فاش راح يصير راح يساعدنا السبيس راح يصير بينه يعني نغلق شوية بارشال اشون عن طريق انه يصير ميزو لدرفت السكند بريمولر انه يعني خلي اوضح لكم هي بالقلم عشان يسوي بينه ايه ايه خلينا نتوقع انه هذا السبيس خلي نقول هذا السبيس من من الفيرست first premolar نحن قلعناه ايش راح يصير ال 5 هذا خلينا نقول 5 هوني راح يصير بندرفت درفت إيه شكل ميزلي يعني بهالاتجاه ايه وعندنا الكنانين ايش راح يصير درفت second premolar and permanent first molar by distal eruption of canine of the canine distal eruption of the canine يعني إيه الشكل راح تروينه إيه الشكل هذا الكلينين والفور إحنا قلعناه إيه آه. فإذا serial extraction not followed by mechanical therapy the ideal alignment uh, root positioning correct uh, rather than deep overbite and space closure usually are not achieved in the lower arch in the lower arch the, the canine often غالبا انه يصير بينو erupted قبل the first premolar عكس the upper انه الكاينين يبدي يظهر قبل البريمول which causes the canine to be displaced facially بهاي الحالة إنه راح يصير أحيانًا عندنا أو يسبب أحيانًا إنه راح يصير بينو إزاحة فاشل يعني دي قدام يطلع إذا ال primary first molar is extracted اند early and the first premolar still does not erupt before the canine يعني إما راح يصير بينه هذا الشيء إذا كان عندنا ال ال first molar primary دي إن وقت وعدنا ال first premolar بعد ما كان طلع قبل ما يعني بعد ما كان طلع قبل الكناين فبهاي الحالة ممكن يؤدي إلى الانباكشن للبريمولر فهاي الحالة مؤخرا يعني إذا صعدنا إمباكشن بالبريمولر بالفور ممكن راح آه نضطر نعمل سيرجيكال removal إذا طبعا يعني راديوكرافيك اكزامينيشن بعد ما عملنا اشعه لاحظوا على الصوره نعمل اشعه ونتأكد من الموضوع بعدين الشغل فحتى نتجنب هاي المشاكل الكومبليكيشن اشرح نجي نعمل الدي سي دي مولر ار اكستراكتد اند فيرست بريمولر سيرجيكالي ان كليتد سام تايم إيش نقصد بهاي هاي الجملة تخيل شو هنا؟ هي نقصد بها إنه راح نبدي نشلع أول شيء الدي وبنفس الوقت نعمل إنكليتيد لل بريمولر الفور نسمح له إنه يطلع if possible إذا ممكن هاو إذا مع ذلك الإنكليشن should be avoided because إنه because the eruption of brings a alveolar bone with it early inclination can leave it, the great bone defected the persist يعني ممكن انه يساعدنا الاليفيولار بون راح يجي من دنج نعمل له انكلينيشن نعمل eruption للاليفيولار بون راح يتاثر يصابينه انه فاذا ممكن هاي العمليه نتجنبها نتجنبها ونسمح له انه هو يصير انه من حاله The primary canines are retained and the primary first molar are extracted. إذا الكنين uh, primary canine العفو يعني ال ال, ال الكنين ال primary بقى ما انشلع وعندنا ال primary first molar انشلعت to speed up the premolar eruption and causes them to enter the arch before the canine but this is has minimal effect on relief of incisor crowding <applause> هذا الكلام كله ايش نقصد منه نحن راح نحاف اه البرايمري كاناين نبقينه وراح نقلع ايش نقلع نقلع الدي ليش حتى نسرع من البريمولارز ابيها ايروبشن ونخلي ويعني يعني البريمولا تطلع يعني تكون داخل الارش قبل منو قبل الكناين يعني نطلع الفور قبل الكناين عشان نقلع البرايمري فيرست مولر نقلع الدي ونسرع من البريمولر تطلع لين من يطلع مكان الدي يطلع عندنا الفور فنقلع الدي ونسرع الفور يطلع ونبقى نحافظ على البرايمري كناين فبهاي الحالة يعني هذا ال هاي التكنيك احنا راح نقلل بنسبة ضئيلة طبعا الكراودنج و وبعض يعني يعني كلش قليل نسبة انه نحافظ عليه وما نسبة يعني كثيرة فهاي راح تسبب فيكم مينيمال افكت تأثير كلش قليل بالريليف الانسايزر كراودنج اند ان ماني بيشنت وذ سيفير كراودنج. the first premolar are extracted as they emerge through the mucosa بعد ما يظهر البور ال first premolar راح نقلعه والديسيديوس كاناين هم نقلعه ليش حتى نسمح للpermanent canine انه يظهر ويكون ربط ديستالي This technique can also be used to prevent lingual deepening. هاي التقنية ممكن نستخدمها أي تقنية في التقني... هاي التقنية ايه ايما تقنية ايه انه التقني... نبقي البرايمري كناي نقلع الدي على مود نسرع الفور يطلع وبعد ما يظهر نقلعه قبل حتى و... نقلع قبل ونقلع الكناين البرايمري على مود نسمح للكناين البرمنت انه يظهر ديستالي هاي التقنية ممكن نستخدمها حتى نقلل اللينجوال تيبينينج من لور انسايزر ويساعدنا ديبينينج اوف ذا فايف فنقلل منه ممكن نستخدم هاي الطريقة. The first مولر ار extracted first and <تصفح> خلي وارجع هاي التكنيك انه غاح نقلع الفيرست مولر إيه طبعا was البريمري يعني الدي وبعد ستة اشهر نقلع منه الاي اللي هو سكند مولر فنحط ونحط اللينجوال بار حتى نمنع انه البيرمنت فيرز مولر انه يصير بيها مايجريتينج ميزالي انه تجي ها خليني ارسم لكم ا ميزالي يعني ها الشكل شو راح نرسمه ها راح نرسمه هاي ها خلي نقول يصير بيها مايجريتينج ميزالي خيب اللون الاخضر ها يعني هي يعني طريقه افتراضيه رسم افتراضي إيش شكل اللي ساويهها معك يعني إيش شكل تنعوج ميزالي فالان اربتيد فاسد بريمولر اللي بعد ما كان ظهر الان اربتيد الفيرست بريمولر الفور آه الفور راح يتحرك ديستالي بالالفيولار بون يعني هو داخل الالفيولار بون بعد ما كان ظهر يتحرك ديستالي از ذا canine erupted فمن ال كان الفور يظهر قبل نقلعه حتى نسمح للكانين يظهر بشكل صحيح طلاب هسه عندنا تكملة المحاضرة بعدنا بعض الأساسيات هسه راح نقرأ بعض الأساسيات اللي هي if the primary teeth are extracted prematurely يعني إذا الأسنان اللبنية قلعناها قبل وقت exfoliation normal قبل سنة ونص تقريبا يعني ظل سنة ونص إنه يصير بيها هي قلع من حالة normal طبيعي فنحن قلعناها بهاي الحالة راح تتأخر الأسنان الدائمية عن ما تطلع ولكن في حال على العكس بالضبط لو انه اه ال primary tooth extracted before مثلا اه less than years اي اه يعني اقل من سنة ظله ويصير بيه extrapolation ونحنا قلعناها بهالحالة الحالة نحنا راح نسرع ال permitted انه يصير بيها erupted ما؟ عندنا the crowded teeth adjacent to an extraction set يعني الاسنان المزدحمة من راح يصير عندنا اكستراكتد سيت مكان فارغة انه سن شو يعني انه مكان فارغة فهو من حاله راح يجي يملأ هذا الفراغ الانتر كاناين وذ انكريز ذا ماندبل عندنا الكاناين العرض من الكاناين بالماندبل بعمر التسع سنوات راح يصير بينه تقريبا انكريز يزداد تقريبا المعدل راح يكون ثلاثة مليم هاي باللور بالعمر تسع سنوات راح يزداد يصير غشقة ثلاثة مليم بالماكزيلا راح يزداد بعمر اثنا عشر سنة للفيميلز وستة عشر سنة لمن للميلز تقريبا اربعة ونص هاي همين خلوها ببالكم يعني بالماندبل راح يزداد اه اباوت ثري مليم بالماكزيلا اباوت فور اربعة ونص مليم السيريال اكستراكشن اللاو ذا تيث تو ايربتد اوفر ذا الفيولاس and through peritoneal the nice tissue. يعني السيريال اكستراكشن نحنا من غ... نعمل سيريال اكستراكشن قلع متسلسل آه يسمح للسن انه غاح يصير بينه ايربتد آه فوق الاليفيولاس والكارتينايز nice بدل من انه يصير بينه ديسبليسمنت فكالي او لينجولي ن... آه, it is the normal for children to have مور برومنتيس يعني من الطبيعي إنه الاطفال راح يكون عندهم بروز بالشفة آه خصوصا آه يعني الافر أحس يصير عندهم بروز بها هذا طبيعي وهي مع الوقت راح يصير بها فلاتنس خلال الكروت النمو آه فاللب ما راح تكون ريلايبل سيرتيشن فور اكستراكشن اندمكس دنتشن يعني اذا كان عنده بروز بالشفة العليا ما راح يكون هذا الشيء دليل موثوق انه نعمل له سيريال اكستراكشن انه عنده كراودنج تيث لا لازم نعمل دياجنوستيك دقيق بالاسنان طبعا السيريال اكستراكشن طبيب مختص يشتغل بيها وطبعا وعدنا بعد الكروت اوف ذا نوز اند تشين هم يكون ان بريديكايتابل اند كونتينيو to grow افتر after other facial وعندنا النوز والتشين هم ما يكون اه تشخيص دقيق او دليل قاطع على انه الطفل يحتاج انه يعمل سيريال اكستراكشن خلال فتره الماكس دنتشن هاي راح اشرح لكم عليها وفهموها مثل ما قلت لكم هي يعني بالوزارة اش يجي بكم يقول لكم اه ال It is normal for children to have more ما ما يخليكم مشكلة يعني يخليكم ال prominent lips in the child is reliable for serial extraction false يعني ما صح لا هي ما تكون reliable دليل قاطع حتى نعمل extraction بالنفس الدينتيشن وبالنفس الشيء اللي يعني النوز والجن همين يكونون غير موثوقين عندنا ال indication ال indication Serial extraction is uh, directed toward it. severe dental crowding. يعني قبل نجي على serial إذا الطفل عنده severe crowding dental crowding عنده فد مرة uh, وخصوصا إمتى إذا كان class 1 مال occlusion with arch size tooth size uh, deficiency five أو more هاي خلوها بالكم يعني اذا طفل عنده كلاس 1 مال اوكلوجن وكانت عنده المساحه الارت سايز مال الاسنان سايز توث سايز ديفيشينس اوف 5 مليم او مور بير كوارتينز يعني كل ربع من الفك راح يكون خمسة مليم او اكثر هون عنده كراودنج يعني سيفير كراودنج في الحاله وهو كلاس 1 يحتاج انه سيريال اكستراكشن عندنا normal eruption sequence as assessed radiographically and skeletal growth pattern within normal limits. طبعاً راح نعمل نحن ناخذ له أشعة ونعمل دايت دقيق وبعد ذلك نشتغل بالسيريل إكستركسشن يعني ما مباشرة. The average width of first premolar ااا عندنا متوسط عرض الفيرس بريمولار سبعة إلى ثمانية مليم. After serial extraction incisors tend to drift lingually. and the posterior teeth tend to drift mesally to some extent <applause> فيؤدي إلى 2 إلى 3 مليم mm of space closure in each quadrant يعني أش نقصد بيها؟ عندنا بعد ما نعمل serial extraction راح يساعدنا فراغات قلنا راح نعمل space نحن للأسنان على يصيغ بيها الـ صحيح فالـ راح تصيغ بيها drift lingually. راح تطلع يعني تدخل لي داخل لينجوالي البوستيرير تيث راح تصير ميزيالي يعني تيجي هالشكل مثل ما رسمت لكم هي السفن فالبوستيرير تيث ميزيالي وال وال انسايزر يصير بيها لينجوالي فتؤدي الى انه السبيس راح يصير بينه كلوستشر ينسد تقريبا 2 الى 3 مليم بالتالي remaining 5 مليم is available for resolution of crowding يعني هو يحتاج تقريبا خمسة مللي على متش يساعدنا يروح مشكلة الريسولوشن اوف كراودنج اذا كان الكراودنج سيفير اف ذا كراودنج سيفير هاي خلينا أشارة اذا كان كلش so the... قليل بعد ما نقلع بعد ما يصيغ للأسنان الليجن تاخذ محاذاة قلنا انه الانسايزر راح يصيغ بيها آه ال يعني درفت لينجوالي والبوستيرير راح يصير بيها ميزالي عندنا سيفير كراودنج فمسافة كلش قليلة راح تبقى فراح يساعدنا عندنا آه فتبنيك معين و can't control movement بال adjacent teeth into extraction site لأن نستطيع ما إنه نتحكم بالادجيسنت بال adjacent teeth إنه راح تروح على إيش على موقع القلع وتمنينه ولكن إذا كان عندنا initial crowding كلش قليل more residual space must be expected بالعكس إذا كان عندنا the قليل و وكلش smaller فراح يصير عندنا مسافة كثيرة ااا أه بهاي الحالة لازم الشخص من يشتغل يعني طبيب يكون مختص بالحالة اللي يشتغلها يعني طب أخصائي تقويم لأنه راح يعرف كل الإجراءات اللازمة اللي راح يتخذها والتشخيص الصحيح والخطط العلاج المضبوطة على مود ما يصير مشاكل أكثر يعني مما هو مثلا يحل مشكلة راح يقع بها مشكلة الطبيب الأخصائي راح يتفادى كل المشاكل هذا السطر السطر الاخير مثل ما قلت لكم انه طبيب الاخصائي يعني هو اللي يشتغل لانه اذا صاعدنا كلوستشر بالاكستراكشن سبيس يعني نسد الفراغ ونحن ما عالجنا المشكله ما سمحنا يعني نحن احنا ليش حتى يطلع من مكانه ف يعني طريقة القلع أو وقت القلع غلط فراح يسد الفراغ ما راح المشكلة مشكلة فبهاي الحالة راح يأثر على طريقة العلاج إذا صار عنده سكيليتال بروبلم يعني مشكلة سكيليتال بروبلم تعرفون يكون بروبلم سيرجيكال يحتاج فبهاي الحالة راح يأثر عليها العلاج فسامتايمز هوني هذا السطر أشرنو إيه سمتايمز السيريال اكستراكشن كان بيوز اونلي امتى نستخدمه اذا كان الماكسيلاري ارتش كلاس 2 ماكسيلاري الفيولو دينتال بروتروجن بيشنت فقط بهاي الحالات نستخدمه هذا مهم هسه عندنا الكونترا انديكيشن الكونترا انديكيشن يعني ممنوع انه نعمل سيريال اكستراكشن بهاي الحالات اذا كان عندنا مايلد الى مودريت يعني اقل من اربعة في كل كوادرنت يعني قليل كلش ال يعني اللي, اللي مالته كلش قليل بهاي الحاله ما نعمل سيريال اكستراكشن ما يحتاج انه هو من راح يقلع من الاكسوفليشن النورمال تتبدل الاسنان راح يعني ما نقول انه تنحل المشكله مية بالمية لا راح يصير بعض المشاكل ولكن المنطقه نعالجها ما فد مره مشكله كثيره مايلد مودريت mild class 2 division 2 and class 3 mal occlusion يعني اذا كان عنده تعرفون شنو class 2 division 2 و class 3 mal occlusion بهاي الحالات همين ما نعمل serial extraction اذا كان عندنا spaced dentition انه هي الاسنان اصلا بها فراغات يعني متفرقة ال congenital absent second premolar Uh, أصلاً second بريمولر ما موجود uh, extensive carries إذا كان عنده carries كثير يضمن الpermanent first molar كان cannot بي conserved uh, يعني كان عنده carries كثير وخصوصاً بالبيرمننت يعني في الحالة أنه راح نقع بها مشاكل uh, نتجنبه وأصلاً ما نعمل سير الاكستراكشن الحالات الأوبن بايت الديب بايت الكورسيس بايت should be corrected first يعني لازم نعالج هاي الحالات أولا الأدفانتج عندنا أدفانتج. الأدفانتج هو مور فيسيولوجيكال تريتمنت as teeth are guiding into to normal position يعني هو يعتبر فيسيولوجيكال تريتمنت اه يعني علاج فيسيولوجي ليش انه نطلع سن يطلع سن مكانه يعني شلون نمط فيزيائي ما راح نحط له مثلا أبلا ابلاينسز ما راح نعذب الطفل فيعني في هو تعتبر physiological treatment uh, duration of fixed treatment is reduced نحن قلنا راح نعمل serial extraction ما راح نحل المشكلة مية بالمية لا راح يبقى عندنا مشكلة فنحن حلينا مشكلة اكبر انه ممكن بالمستقبل من uh, 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 راح يحط fixed, راح طول مدة العلاج نحنا من عالجنا هو وطفل أو مثلا قللنا المشكلة راح تقل مدة العلاج بالمستقبل health of investing tissue is preserved حافظ علي التشو ال-ال ريتينشن <hesitation> از retention period is يعني ما يحتاج مدة الريتينشن retention كثيغة تفنيش نو retention ار مور are more stable وأحيانا بعض النتائج اللي نحصلها تكون stable. الديسادفانتج اي الديسادفانتج اول شيء اللونج تيرم بروسيجر ذات ريديور ثرو knowledge اوف كراف يعني طول مدة البروسيجر العلاج قلنا مرات نقلع سن من شرحنا نقلع سن وغاها ستة شهور نقلع سن اللاخ يعني مو مباشرة فالبروسيجر مالته طويل لازم الطبيب يكون على دراية بالوقت Growth وقت Development الايروبشن سيكونس كله لازم الطبيب يكون يعوض آه هذا الشيء ويعني يخليها بنظر الاعتبار فمده طويله يحتاج هذا العلاج لونج تيرم هاي الشره بروسيجر It is done as intercanine growth is uh, occurring and hence uh, difficult to assess accu uh, accurately. how crowded the dentition will be يعني 3 إيه عندنا الانتر كانين مده الكروث مال كانين فبالتالي يكون ديفيكلت انه صعب انه نقيمه بشكل دقيق الكراودد اللي راح يصير بسبب الكناين التريتمنت تايم رولونج اوفر 2 الى 3 سنوات يعني طول مده العلاج الفسيولوجيكال تروما راح يساعدنا صدمه نفسيه للطفل لانه راح يكون عندنا ريبتيد اكستراكشن قلع متكرر فالطفل غاح يصير عنده صدمة نفسية من القلع اللي عيتكرر. البيشنت patient uh, cooperation is very important طبعا مهم جدا هاي طبعا من ال advantages ما من ال disadvantages انو الpatient يكون متعاون معانا. Uh, tendency to develop uh, tongue thrust as extraction space close uh, gradually volume طبعا ممكن يصير عنده tongue thrust. Uh, يعني على ما سيغل كلوز كراتشولي ليش لانه الطفل راح يحط مثلا لسانه على مكان القلع هو ما يفهم الطفل فهم يضل يحط لسانه ممكن يصير يسيغ... ممكن يصير عنده تانجس راست اذا ما نحن طعينا تعليمات للطفل البيشنت يعني راح يصير عنده ديبينج ذا بايت اه ديبينج البايت يعني العظمه مالته راح يصير بيها ديبينج ليش لانه لينجوال تيبينج اوف انسايزر راح يساعدنا lingual deepening للinsider فممكن يساعدو ديبينج بايت residual space can remain between the canine and second premolar Some amount of fixed appliance therapy is usually required at end of serial extraction بعض الحالات يحتاج fixed appliance بعد نهاية علاج serial extraction البوردر لاين كراودنج كيس عندنا السيريال اكستراكشن نحن قلناها فقط بحالات البيشنت اذا كان عنده سيفير كراودنج نستخدم السيريال اكستراكشن او مرات احيانا يعني هو يعتبر اشنو ايردي اكسبانجن فليتل ادفانتج يعني يعني هو مميزات الادفانتج مالته قليله عكس أو على عكس منه الإكسبانجن خلال الكمبريسيف تريتمنت فالبيست أبروج موديوريتالي كراودنت أند ريجولار تيث ديورينج إيش الميكس دينتشن يعني أفضل طريق لخطة العلاج نستخدمه هو خلال الميكس دينتشن نحافظ على أشنو اللوي سبيس إنكريس اللاو سبيس من نحافظ عليه نو راح نحصل تشانس اوف سكسيسفل للنون اكستراكشن تريتمنت يعني اذا حافظنا على مساحه كبيره من اللاو سبيس القوس مال الاسنان تعرفون شنو اللاو سبيس راح نزيد من تشانس النجاح بدون إيش اكستراكشن يعني يعني بدون ما نقلع خلال فتره العلاج عندنا الاكستراكشن اوف ديسيدواس كان ايفويدد مور كومبلكيتد treatment later in these cases اش نقصد بها الهاي يقصد بها انه قلع الديسيديوس كاناين ممكن نتجنب كثير مشاكل خلال complicated treatment later in these cases في حالات معينة راح نتجنب اكثر من اكثر التعقيدات اللي هي اشنو هي الحالات اش راح يمنعنا؟ هذه مهمة هاي مهمة النقاط الخمسة حالة أول شيء يمنع على crowding eruption of a lateral incisor from beginning uh, forced palatally into Cross bite and apex uh, palatally position making lateral correction more difficult أول شيء راح يمنع على crowding eruption يعني بال upper uh, lateral incisor ما راح يصير بها rotation ما راح تطلع يصير بها rotation وراح يكون تعقيد كثير يعني ال يعني يحتاج انه نعمل Space وبعدين نرجع نرجع السن فعدنا ال من راح نقلع الكنين قلنا راح يصير بينه الليجند ويعني الليجند اللاترال فبهاي الحالة نتجنب مشكلة اللي هي وتكون ايش نقلنا العلاج يكون correction more difficult اصعب to provide space for appliance therapy for correction of الانستاندينج الابر لاترال انسايزر يمنع ايش بروفايد uh, العفو يوفر اي يوفر لنا سبيس للابلاين ثيرابي يعني مساحه حتى نعمل كوركشن تصحيح ليش الانستاندينج الابر لاترال انسايزر الانسايزر العفو سبونتينيوسلي الليجن كراودينج المانديبولار انسايزر when incisor has been pushed through the labial palate, uh, labial palate. of bone with compromised Labial periodontal attachment وعدنا in class 3 mal occlusion by extraction of mandibular deciduous canine حالات class 3 عن طريق extraction اش نقلع ال deciduous canine و improve يحسن لنا positioning مال ايش ال displacement permanent canine and to decrease يقلل chance of canine impaction يعني يقللنا من canine impaction هاي مهمة النقطة يقلل canine impaction يقلل من canine ساقين displacement permanent قن أشيء عمل بعد يقلل من مشاكل آه مستقبلية فهاي مهمة النقاط الخمسة ليهوني تنتهي محاضرتنا إن شاء الله أه نرجع بمحاضرة جديدة أي سؤال أو استفسار تكون أه الدزولي وإن شاء الله ما قصر معاكم